السلام عليكم. مبدئيا هو في غلطه في السلايد هنا انه مكتوب جروث هاكينج ميت اب، دي غلطه لغويه بحته وانا بكتب، بس جروث ماركتنج في فرق بين جروث ماركتنج جروث هاكينج. جاست ا ميستيك انا وانا بكتب السلايد من نص ساعه. انا احمد خيري، انا من شركه اسمها جيم بول، ستارت اب اسمها جيم بول. حد يعرف جيم بول؟ ايه ده؟ في ناس عارفة ستوتشار في المكتب ستوتشار في حد عارفة بارتنر في بارتنر في؟ طيب، هي جيم بول is a growth marketing platform أصلا. أنا أحكي عن جيم بول شوية قدام في السياق الحديث يعني. هي باختصار شديد هي جيم بول is a platform that helps growth marketers market their products with growth mindsets. بديفرنت بقى تكنيكس منها جيميفيكيشن، لويالتي، ريتنشن، مسجنج، يعني في شويه انجيجمنت ميكانكس عندنا كتير الماركترز بيقدروا يستخدموها علشان يعملوا جروث ماركتنج ان ا واي. طيب انا جاي اعمل ايه النهارده؟ انا جاي اتكلم على حته معينه في الفانل سبيسيفيك قوي اللي هي ليها علاقه بالاكتيفيشن والريتنشن. كم حد هنا عارف الفانل او اوير بكونسبت الفانل؟ اوكي، مش عارف. عايز اعرفكم كتير ولا ايه؟ انتوا واقفين مش بيبان العدد ده عامل ازاي؟ طيب، كم واحد هنا حاول يعمل بزنس قبل كده او عمل اب او عمل ويب سايت وما اشتغلش او فشل؟ كم واحد عمل ستارت اب وفشل؟ اوكي، حلو. كلنا عملنا حياته فشل. طب ماشي، السؤال اللي بعده. كم واحد بيبقى عنده اكسبكتيشنز معينه ان بيحصل بيعمل اب وينزل على ستور، بيبقى عنده اكسبكتيشنز معينه ان it should work and should، يعني هي فكره صعبه جدا وليها ماركت وانا اتكلمت مع الناس وعجباهم وبتاع، باجي انزل على الماركت وما بيشتغلش. كم واحد؟ هم نفس الناس. اوكي، طب ليه ده بقى بيحصل؟ لا ما كان قصدي الاكسبكتيشنز. ماشي، معايا بوينتر. عاده ان واي لو ده حصل لك ما تخافش، لان ده طبيعي انه بيحصل. زي ما عمر كان قال في الاول، الستارت ابس غالبا بتفشل ودن اول 3 سنين. ولو انت عندك موبايل اب ونزلته على الستور وشغلته وكده، غالبا انت هتلوز 70% of your active users in the first 90 days. فده very very typical وده statistically true. واللي بيحصل actually ان انت بتخسرهم مره واحده وانت مش ملاحق ترجعهم تاني، فبتبدا تنزل مش واخد بالك ايه اللي بيحصل، فبتلوز كنترول لغايه لما الدنيا بتقفل منك خالص. فده is very typical very normal don't panic. ده بيحصل من الناس كلها. بس ليه ده ما بيحصل؟ ما في ناس بتنجح، ما في ناس بتنزل ابس بتنجح. فاللي بتنزل ابس وبتفشل ليه بتفشل؟ ففي 6 ريزونز الحقيقه، يعني في 6 ريزونز بيخلوا اليوزرز ما يستخدموش البرودكت بتاعك او الاب بتاعك. انا همشي فيهم 6 كده ورا بعض، وبعد كده ناخد كل واحده فيهم ونتكلم عنها. فاول سبب ممكن يبقى ايه اول سبب؟ ان هو ما يعرفش اصلا السيرفر بتاعك، هو ما يعرفش الاب بتاعك، ما يعرفش حاجه عن البرودكت بتاعك، فهو اصلا ما يعرفش. They don't know it exists. ما عرفش أصلاً السيرفيس بتاعتك موجودة. ما عرفش إن الحاجة اللي هو بيتكلم فيها دي موجودة أصلاً. ما عرفش حاجة عنها. But they don't know about your product أصلاً. اللي هي بنسميها discovery phase. تاني حاجة، طب هو عارف، يعني أنا دلوقتي عرفت إن في أب الفلاني أو البرودكت الفلاني بيعمل حاجة فلانية، عرفت. إيه السبب التاني بقى اللي يخليني ما أعرفش ما استخدمش البرودكت ده؟ I'm curious. I don't like. Okay. مش بيشتغل. تمام. I don't understand it. يعني انا فهمت، شفت الاد او شفت الاعلان بتاعك او شفت الحاجه اللي بتخليني ديسكفر يور برودكت، بس ما فهمتش. يعني انت قلت لي البرودكت بتاعك بيعمل ايه، بس انا ما فهمتش البرودكت بتاعك بيعمل ايه. فالمعوق التاني اللي يخليني ما بستخدمش البرودكت بتاعك انا ما فهمتوش، اللي هو بنسميه understanding the product، ان انت تفهم البرودكت بتاعك. طب تالت حاجه هي مثلا حاجه زي كده، دي 500 برودكت ولا ايه؟ من ضمن الاكزامبلز اللي كنا بنشوفها هناك، بنحلل لاندنج بيجز او حاجات كوميونيكيشن او لانجويج اللي بنعبر بيها عن البرودكت بتاعتنا. فمثلا كان ده وان اوف ذا اكزامبلز. دي شركه كانت اشتغلت في سيليكون فالي ايام البيك بتاع البيتكوين والبلوك تشين والقصه دي كلها. فالشركه دي بتعمل ايه؟ بتعمل سكيلبل سمارت كونتراكتس انترفيسنج وذ ريل وورلد داتا. حد فاهم بتعمل ايه؟ الشركه دي لمت ملايين 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 كتير جدا جدا، وقفلت ايفينشولي. مفيش اي حد من اللي اشتغلوا معاهم فهمهم بيعملوا ايه. فحتى هذه اللحظه مش اي حد فاهم الشركه دي طلعت ليه وكانت بتعمل ايه وقفلت ليه، مش حد فاهم اي حاجه. بس هي طلعت في الهايب بتاعه البلوك تشين فلمت فلوس كتير جدا، بس في الاخر فينشلي قفلت. كل الكوبي بتاعتها والوايت بيبر وايفري ثينج دي سيد اباوت ذير برودكت واز نوت اندرستاندبل باي شكل من الاشكال. محدش كان فاهم خالص هم بيعملوا ايه. دي ايفينشلي دي دايد، يعني مهما كانوا لموا فلوس يعني. طيب هم عرفوا البرودكت بتاعك وفهموا انت بتعمل ايه، دي دونت كير.
السبب الثالث ان هم دي دونت كير اباوت يور برودكت. هو في الاخر انت عملت لهم اب, انت عملت اب وقلت له الاب ده بيعمل ايه, السيرفيس دي فيها ايه, بس هو في الاخر دي دونت كير اباوت يور برودكت. فهنا تيجي فكره البوزيشننج, انت بتيجي تعمل اب انت بتعمله لمين وبتحل مشكله شكلها عامل ازاي. فمش اي اب او مش اي برودكت بيطلع هتكلم اي حد هيشتري منك, صح؟ ميك سنس. ما ينفعش ابيع على الاطفال لحد فوق 50 سنه, it's not my audience. ف they don't care about the product, they know I sell this, they understand it, بس it doesn't resonate what they need or what they're looking for. I don't care about it. طب بعد كده خلاص I knew it, I understand it, I care about it, ايه المعوق اللي بيجي بعد كده؟ not easy to use. لا في الاول بيبقى في حاجه اللي هي I don't trust it. يعني انت مش اي حد هيجي يقول لي اي سوليوشن هثق فيه وهشتغل بيه. زي بدليل اوبر, اول ما اوبر نزل او اي كريم لما نزل, حد كان بيطمن فكره ان انا كان مع حد غريب لمجرد ان الموضوع كان صعب, يعني كان في ريزيستنس بارير تو انتري كبير. بس ايه اللي حل مثلا التراست ده؟ ان اوبر دي شركه اجنبيه وناس جايين من بره خواجات ومش عارف, يعني في شويه فاكتورز بقى كتير بتعلي نسبه التراست. بس انت اكسبكت ان انت وين يو ريليز ا نيو برودكت او تطلع برودكت جديد, اللي هيحصل معاك ان انت بعد ما تعدي كل الستيجز دي هتيجي في لحظه هتلاقي ان الناس مش بتراست يو, هم مش عارفين انت مين ومش عارفين ايه السبب اللي خليهم يستخدموا البرودكت بتاعك versus the other alternatives in the market. وده بالتحديد تشالنج كبير قوي بيقابلنا الناس اللي هي بتكمبيت on global scale, اللي هو انا ليه استخدمك ما استخدمش انتركوم, او انا ليه استخدمك ما استخدمش برودكت كراشليتكس, ليه استخدم انستباك ما استخدمش كراشليتكس. ف when we kick in في global markets بيقابلنا دايما المشكله دي, فكره التراست. This is not solved by ان انا ارخص البرودكت بتاعي. باي ذا واي بالعكس, احيانا لما تيجي ترخص البرودكت بتاعك ده بيأثر على التراست. يعني لو انا بايع حاجه المفروض انها تتباع ب $100 انا بايعها ب $5 عشان ابيعها بسهوله, لا هو اكشن محدش هيشتريها لان هو هيشك فيها. زي حد لو جاب لك قال لك انا هبيع لك بي ام موديل السنه اللي فاتت هبيع لك ب 200,000 جنيه مش هتثق فيه, صح؟ طبعا انا مش صدق انا بقول 200,000 جنيه. يعني جيت اترك بي ام موديل السنه ب 200,000 وزي الفل مش اي حاجه وزي الفل, اكيد مش دوست انها عربيه زريمه, يعني اكيد مش هيجي في بالك دي عربيه مظبوطه. لا مسروقه يعني, ماشي انت واقف على الكونديشن دي, قصه ثانيه. هو دايما هيبقى في ريست تيكرز, يعني دايما في ايرلي ادابترز في ريست تيكرز. في حاجات كتير, يعني مثلا لما كانت فتره عمر كريم كانوا بيقولوا للناس ان انت هتفتح الابلكيشن سواء كان في رايد ما فيش رايد هتاخد فلوس, يعني كبزنس انت بتتكلم ده زي اكسنت. لما تيجي يا جماعه ايوه اوكي هو بيديك فلوس لما بيكون في رايس, طب لما ما بيكونش في رايس بيديك فلوس ازاي؟ هو الناس تعمل ده مش بتاع تمام, انا افكر لهم يعني وهكذا. تمام بس هتلاقي مثلا كان في 100 واحد مش واثقين, في اثنين وثقوا, فالاثنين اللي وثقوا طمنوا ان 89% باين. طيب انا واحد سواء انت جيت شركه قلت لي تعالى سوق العربيه وادي لك فلوس, ايه اللي يخليني اثق فيك؟ بس لو لقيت واحد صاحبي عمل كده وخد فلوس فعلا ساعتها هترست انا كمان وهبدا اركب العربيه واخد فلوس. اوكي بس الناس ما حدش سال نفسه اللي هو باك ده اللي كان تايه 98 سال نفسهم, هتلاقي اثنين بس هم اللي وثقوا في 98 واحد سال نفسهم ايه الموضوع؟ ايه الحوار؟ احنا قلنا بدانا الناس بتخش على الويب سايت او على الاب وهو يقدر يقول لك اونلاين وبعدين يتصل على رقم التليفون. طب يعني احنا بقى بنرد على اصلا بجد؟ ايوه انتوا ايوه انتوا مالين الشركه تسكي. طب انت عايز اوردر يعمل؟ لا انا هقعد مع الويب سايت بتاكد بس انكم موجودين وفي رقم تليفون وبتاع يعني كده بس عشان مش هتطفوا العيال وهتبيعوا اعضائهم وبتاع. ف يعني كان بيحصل ده كتير فعلا. انا عملت كده مع جلال بالظبط. انا كان عندي شركه في 2009, وفي 2009 بعد كان مايند سيت مختلف خالص, يعني هو مفيش حاجه اسمها اونلاين بزنس وانترنت بزنس في مصر يعني اتيست. فكان لازم عندي مقر لان الناس هتجي لك المكان, يعني مش بس هكلمك في التليفون, ده هو هيجي لك عشان يتاكد انت مكتب بالظبط, انت ليك شركه ومكتب. حتى لو انت مش محتاج مكتب ده في اي حاجه بس هو محتاج يطمن فيشوف مكتب. فاكشلي كان مضطر اصرف مصاريف مصاريف متخلفه عشان حاجات. هو عشان كده كان الجوب سيكرز في موقع فرصنا هم كانوا عاملينها فنيه, كان في مصنع بينزل اعلان وظيفه ففي ناس بيروحوا المصنع عشان يتاكدوا المصنع ده موجود, يعني بيقدموا كتير جدا عليه. ولما في ناس بتشورت ليستد وخلاص عندهم معاد مثلا قريب بقى سمعت التليفون بيقول لي يقول لك عندك من بكره, فانا بلاقي في نسبه كبيره من الناس ما بتروحش اصلا. فلما كان التيم عندنا اوبريشنز بيكلمهم بيقول لهم ما بتروحوش, لا اصلا ما صدقتش ان فعلا دي شغلانه بجد ممكن تشتغل ببلاش, يعني هو متخيل ان في نصبايه ما في الاقي قرار ان انا عملت برودكت كويس صرفت عليه كويس وصلت للتارجت اودينس بتاعك, ومع ذلك في حته نفسيه ما لهاش علاقه خالص
كل شغالين على اوير بقى ان احنا كنا دايما بنتذكر حته المجانن واللي هي في وكل الناس لو اتكيت على المجانن اكتر ممكن يخافوا. لا يعني احنا كان اول فتره كان كتير جدا كان بيجي لنا نيجاتيف كومنتس على البيج اي جوب بننزلها نصابين كده عايزين فلوس مش عارف ايه وكان كله. بعد فتره بقى اي حد بيكتب نيجاتيف كومنت بقى فيه فانز من نفسهم يقول لك لا على فكره انا اشتغلت من خلالهم، لا ده جالي شغل من خلالهم وكده. هو الموضوع بس محتاج شويه كان محتاج منها شويه وقت. خلي بالك هو في تكنيكس كتير للقصه دي. هو مش مصدق ان هي فعلا مجانا. انت عايز بس تقول له انها فعلا فهو كنت بقول مش دايما حل التراست ان انت ترخص البرودكت بتاعك لان احيانا ده بيزود المشكله مش بيقلل. طبعا التراست ليه ايشوز كتير قوي تو تاكل، يعني كل حاجه يعني كل ستيج من دي ليها الحته بتاعتها. يعني فمثلا من ضمن الحاجات اللي في التراست هاو تو بيلد تراست انك تاسوسييت البراند بتاعك براند تاني اكبر. مثلا لو انا مثلا جيم بول مش مشهوره، انا لسه طالع زي مثلا انستباج، انا اشتغلت مع ساوند كلاود فناو ام اسوسييتنج البراند بتاع انستباج وذ براند بتاع ساوند كلاود وبراند بتاع big brands other big links والناس الثانيه الكبيره اللي انستغرام اشتغلت معاهم. فوين اي اسوسييتد ماي براند وذ ذيس براندز big brands ماي براند ايكوتي كده كده طلع على طول اداني تراست ايكوتي زياده. ده مثلا من ضمن الحاجات اللي بتعمليها. في حاجات بقى مثلا ليها علاقه بان انا في يعني في مايند سيت بتاعت كاستمرز احيانا اللي هو انا شفت اعلان للشركه دي في التلفزيون فانا هثق في براند. فبرضه احيانا شكل الاد وشكل الماركتنج بيعمل ازاي. يعني انت لو دخلت على ويب سايت لقيت الفونت بايظ والصوره مش ظريفه عمرك ما هتثق في ان البراند ده او البرودكت ده معمول بشكل بروفيشنال او معمول بكواليتي. لو هو اللاندنج بيج عامله كده امال البرودكت نفسه عامل ازاي. فاحيانا في حاجات كده صغيره بتقدر تعملها عشان تكونفي الكواليتي او تكونفي تراست ده للشخص اللي قدامك. طيب خلاص انا وثقت فيك، عرفت البراند بتاعك، وثقت فيك، ايه العائق اللي بيجي بعد كده؟ وخلاص الاثنين التانيين اتقلوا كانت افورد ات لسه اسيوم انت يو افورد ات كويتنج الفاليو بالبرايس عامه. اوكي انا شايف value ناخدها ايكوال للبرايس اللي انت عرضه. ماشي عدناها. يعني هو ده بارير بس انا مش عايز اتكلم في بارير ماديات، انا اتكلم في بارير في الكاستمر نفسه. ايه استدلت مع حاجات تانية. هو احيانا تكنيكال سكيل مثلا احيانا بتبقى تو كومبليكيتد تو يوز، اتس هارد تو يوز. يعني خلاص انا عايز البرودكت ده، انا عايز السيرفيس دي، وعايز الفاليو اللي بتجيلي من السيرفيس دي، بس اتس تو هارد تو يوز. انا مش عارف استخدم البرودكت ده، البرودكت مش فريندلي، اليو اكس بتاعه وحش، مش بعرف اطلع منه ريزلت بسهوله. فايتس كومبليكيتد تو يوز كومبيرد تو اذر الترناتيفز. فانا احسن لي ان استخدم الترناتيف اللي انا متعود عليه، لان غالبا خلي بالك من حاجه برده ان الكوست اوف تشينج از هارد. انك تحرك حد من هو يستخدم برودكت معين هو متعود عليه انه يستخدم برودكت ثاني، ذاتس نوت ايزي خالص خالص يعني. والناس بطبيعتها ما بتريزست التغيير ومش عايزه التغيير، يعني اي دونت نيد يور تشينج. فانت محتاج انك عشان تزقني زقه الكاستمر دي صعبه مش سهله يعني. خصوصا لو انت بتحركه من الالترناتيف، يعني لو انت بتجيب حاجه جديده من الاول خالص ممكن تكون اسهل شويه، بس لو انت عايز يسيب حاجه عشان يشتغل بالبرودكت بتاعك الزقه دي صعبه قوي. فا if you are making it complicated يعني البرودكت نفسه لو مش سهل في الاستخدام فده بيصعب عليك العمليه بالكامل يعني. طب خلاص انا استخدمته وعجبني وبقيت اطلع منه ريزلتس، ايه اللي بيحصل بعد كده بقى او ممكن يحصل بعد كده؟ كنت عايز اتكلم هنا على حاجه اسمها FTUE، هل عارفها؟ دي اسمها First Time User Experience. First Time User Experience دي اللي هي اول صدمه لما الراجل بيدخل على البرودكت. يعني هو عمل ساين اب خلاص ودخل على السيستم بتاعك، اول حاجه بتحصل اسمها ايه؟ First Time User Experience، اول تجربه ليه. دايما اول تجربه دي هي اللي بتعلم. لو اول تجربه ليك كانت حلوه هتقول البرودكت ده حلو، كانت وحشه خلاص هتتلع عن سلسبيل البرودكت ده وهتقول لكل الناس ان البرودكت زباله وحش جدا، حتى لو انت كانت تجربتك يونيك وهي انت يعني انت الفقري الوحيد في الناس كلها، بس خلاص هو انت علمت معاك وهتقول للناس كلها. فالفيرست تايم يوزر اكسبيرينس از فيري كريتيكال في البرودكت. طيب خلاص they find it easy or they like it. اللي بيحصل غالبا بعد كده ان they forget about it، انه انا استخدمت البرودكت زي عارفين الابس بتاعتنا على الموبايل، عارفين الابس اللي بتبقى في اخر صفحه اللي الصفحه الرابعه، الابس دي انت بتستخدمها كتير؟ لا خالص، الابس بتستخدمها اللي هي بتبقى في اول بيج. الابس انت بتنساها او انت مش بتستخدمها كتير بتلاقيها بقى بتتشفت، يعني تقعد بقى تشفت الابس صفحه ورا صفحه ورا صفحه لغايه الابس في الصفحه الرابعه دي اللي الناس بتنساها. فانت منزله تمام وكل حاجه بس انت نسيته، انت مش بتشتغل بيه كتير. فالابس اللي هتلاقيها في اخر صفحه دي هي دي الابس اللي انت بتبقى نسيتها. طيب فكده احنا اتكلمنا في ست حاجات، السته دول هم غالبا الباريرز اللي بيوقف الشخص من هو يستخدم البرودكت بتاعك او السوليوشن بتاعك. حد فكر تاني؟ ديسكفري، وبعد كده ان انا اصلا ما اعرفش البرودكت موجود ولا لا، بعد كده عرفت فما فهمتش السيرفيس بتاعته عباره عن ايه، عرفت السيرفيس بتاعته عباره عن ايه بس ما تخصنيش انا مش مهتم بالسيرفيس دي، عرفت ومهتم بس انا مش واثق في اللي بيقدم لي السيرفيس، عرفت ومهتم ووثقت بس ام نوت ايبل تو يوز ات انا مش عاجبني البرودكت،
عجبني بس في الاخر ما فيش حاجه تفكرني ان اشتغل بيه تاني، فما مش ببقى ريتين، سوري مش ببقى ريتين كاستمر. فدي بالنسبه لي السته ريزنز الاساسيين اللي خلوا الناس مش بتشتغل بالبرودكت. لو بصينا على الجروث، احنا اتكلمنا على الجروث كتير قوي في السيشنز اللي فاتت، بس هو في الاخر الجروث عباره عن ايه؟ هما حاجتين، انت عايز كونتينيوسلي تاكواير نيو كاستمرز، وعايز النيو كاستمرز دول يفضلوا يكملوا، صح؟ ذس از جروث. الموضوع باختصار شديد انت بتكبر، فبتكبر يعني ايه؟ انت على طول بتجيب ناس، والناس اللي انت بتجيبهم دول بيقعدوا معاك اكوزيشن ريتينشن يعني. فده الموضوع باختصار شديد. فلو بصينا على شكل دي اتس ا فانل ان واي، يعني بصينا على الكلام الست ريزونز دول، هما دول تقريبا الفانل بتاعتنا. فلو بصيت في الاول هتلاقي ان انت لو في 10000 واحد عارف البرودكت بتاعك، ففي منهم 2000 بس هيفهموا انت بتقول ايه، وفي منهم 500 هما اللي هيهتموا بالكلام انت بتقوله، وفي من 500 دول 300 هيثقوا فيك فهيجربوا الابلكيشن، وفي 100 هيعجبهم، وفي 30 واحد هما اللي هيتبقى. فكره الفانل باختصار شديد شبه اللي ياسمين كانت بتحكي عنه، هي فكره ان في اخر العدد اللي بيجي لي في الاكوزيشن مش هو العدد اللي بيكمل معايا في الاخر. بيكمل معايا في الاخر دي مش معناه ان هو استخدم، لا استخدم وكمل. فاكشوالي العدد بيدروب داون بشكل دراماتيك. واحنا دايما مشكلتنا ان احنا دماغنا بتفكر من الاخر، يعني انا دايما بفكر انا عايز 100 يوزر، فبشوف انا هعمل ايه عشان اجيب 100 يوزر. لا انت مش، انت المفروض ما تجيبش 100 يوزر، المفروض تجيب 10000 يوزر، يعني هو 100 دول اكشوالي اللي هيبقوا معاك. فمشكلتنا ان احنا دي غلطه احنا في جيم بول نفسنا عملناها في الاول كتير، ان احنا كان دايما تفكيرنا لاخر رقم انا عايز اوصل له. لا انت الرقم ده انت المفروض تبدا تملتيبلاي فيه ارقام كتير جدا جدا جدا، لان الفانل مرعبه. اتس نوت جاست اباوت وان ستيب. يعني نيجي نعمل موبايل اب، اللي بيحصل الناس بتفتكر ان انت هتعمل اب هتنزله على الستور الناس هتداونلود وخلاص. That's a single funnel thinking. It doesn't work that way خالص. فده بيدخلنا القصة التانية بتاعت optimize for micro moments. الإنسان بطبعه بياخد قراراته في ثواني، ما بيقعدش يفكر كتير. ف optimizing for micro moments is very critical. لأن أنت تعال نفكر في funnel مثلا للموبايل أب. هنتكلم بسرعة صح؟ هادي شوية. هنتكلم نتكلم مثلا في إن أنا هعمل موبايل أبليكيشن جديد. طيب إيه الفانل بتاعته؟ عامل إزاي؟ موبايل أب جديد for whatever reason. Install. Okay. 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 تمام. في خطوه اللي هي الريسك اصلا للبلاي ستور او البلاي بيج. الكونفرجن ما بين ان الناس دخلت اصلا على الستور وانها عملت داونلود، ممكن الناس تخش على البيج وما تداونلودش. الفانل سنجل فانل ثينكينج هو فكره ان انا نزلت الاب فنزلته على الستور وهعمل فيسبوك اد، فيسبوك اد ده هيوديني على البلاي ستور الناس هتداونلود الاب وانا كده بقى عندي فانل. هو اكشوالي اللي احنا بنقوله ده عباره عن مئات الفانلز ورا بعض، او مئات الستيجز، مش مئات طبعا بس يعني عشرات الستيجز ورا بعض. وفي مخ الانسان احنا بنعمل 30 مليون عمليه في كل حاجه من دول. يعني مثلا لو فكرنا في الاد اللي هيتعمل على فيسبوك، انت محتاج ان انت واخد بالك، انت محتاج تعمل اد عشان الراجل وهو بيسكرول الفيسبوك هيعدي عليها لمده ربع ثانيه، يعني هو هيعدي على الاد لمده ربع ثانيه. فانت في الربع ثانيه دي انت عايزه يقف على الاد بتاعك ويقراه ويبقى انترستد ويدوس. اكشلي لما تيجي تفكر فيها كده اتس تو كومبليكيتد نوت ايزي. الموضوع مش مجرد انك تعمل فيسبوك اد، لا انت لما تيجي توصل بقى مرحله المايكرو مومنتس دي هتلاقي المايكرو مومنتس بتكونتريبيوت في الديسيجن ميكنج بشكل مرعب، واحنا مش بنبص على الكلام ده. يعني نورمالي يو دونت ثينك اباوت ذات، احنا بنفكر دايما ماكرو ليفل. بس وين يو ثينك اباوت ان انت محتاج تعمل اد في صوره وفي كوبي وفي كل ده، الراجل هيشوفه في ان مايكرو سكند، يعني في حاجه بسيطه جدا، ويفهم الفاليو ويبقى انترستد ويدوس على البتاع. ذات از ا فيري كومبليكيتد جوب، اتس نوت ايزي. صح؟ سهله ولا ايه؟ حسيت انها سهله بس انا بقولها وانا فريتكم سكت ولا ده سهله ده فكره صعبه كل ده. لا تيز ا فيري هارد جوب، خصوصا ان انت محتاج لو خصوصا لو السوليوشن بتاعك معقد شويه، فلو في حاجات كتير بتعملها، لو في فاليوز كتيره، فاليو بروبوزيشنز كتيره، فانت محتاج تهايلايت بقى حاجه معينه تخليه يقف هنا ويدوس. ف it doesn't make any sense ان انت تهايلايت كل الفاليو بتاعتك في الاد كوبي، ودي ا فيري بيزك ميستيك ناس بتعملها كتير. انت بتقول للاد بتاعك بيعمل ايه او كل حاجه بتعملها في الاد بتاعك، which is not right. you should minimize جدا الكلام اللي انت بتقوله، وتبقى حاجه اللي انت عايزه بس يقف على الاد وخلاص. ف at كل ستيج من الستيجز المايكرو مومنتس دي you just need to move him to the next micro moment. فهو بيعدي مايكرو مومنت خلصها هيعدي على المايكرو مومنت اللي بعدها. فلو فكرنا بالمنظر ده تعال نفكر بقى في مايكرو مومنت اللي هتبقى بعد كده، تبقى ايه؟ زرار خلاص. اه ده يعني هو بيسكرول على الفيسبوك فلقى الاد فوقف عليه لفت نظره بشكل ما، فقرر ان هو يدوس يشوف في الاب ده عباره عن ايه. اللاندنج بيج بتاعت الاب ستور هيبقى فيها ايه؟ شكل الاب هيبقى مكتوب ايه؟ ايه الديسكربشن هيكتب عنه؟ الصور السكرين شوتس هتبقى محطوطه، فكل ابص على ريفيوز هتلاقي بقى في اكسبيرينس ثانيه بتحصل جوه اللاندنج بيج. بس نوت جاست اباوت ان انا حطيت بتاع الاب ستور عملت اد عشان الناس تيجي تداونلود الاب، لا هو مش هيجي داونلود الاب،
هو يجي يعمل 30 حاجه قبل ما يداونلود الاب صح؟ ايه ده لو تاني قبل جوست اه بس حاجه هايله. على فكره كان بيحصل ان لما الاقي قاعد وبقيت سريع واروح على الابلكيشن ده بيفكرني ايه ده انا فعلا كنت عايز انزل الاب ده من زمان بس انا نسيت اروح سايبه بقى او انت رحت ونزلت. على فكره انتوا عارفين انه اون افريج الاب بتعمل له ان انستول بعد قد ايه؟ وان داي. لا ثواني يا راجل يا راجل ده انت لو قعد وان داي ده تبقى تحمد ربنا. ممكن مستفزني جدا بصراحه انك راجل بتاع ابس يعني مستفزني جدا جدا يعني نسبه العملاء اللي بتخش في داونلود الاب وتفتح الاب 10 ثواني ولا 5 ثواني تيجي تمشي. طب انت يعني قاعد بتداونلود كل ده ثواني ولا كام حاجه؟ احنا ما شفناكش في اول صفحه يعني احنا كنا بنروح مثلا خدمات منزليه فكنت لقيت سباكه ومجاره وكهرباء يعني ايه اللي يخلي مثلا عائل ينزل 50 ميجا من على الداتا بتاعته عشان يقفل بعد 5 ثواني يعني 10% دول بالذات بيجننوني يعني في حاجه جديده فعلا بس بعدين اه ماشي حلو وعجبني بس مش حاجه دلوقتي بس صراحه بعدين ممكن ابقى اعمل 5 ثواني اتاكدت اه فعلا وريني كلامنا بعدين لما احتاج بقى هاجي لك بعدين. طيب هو ان افريج الاب لما بينزل بيتشرب على 10 ثواني فانت متخيل انت ممكن تقعد قد ايه بالديفلوب اب؟ انت بتديفلوب اب مثلا في شهرين وجبت الديفلوبر ودفعت واير فريمز وسكرين شوتس ويو اكس مش عارف ايه ودفعت الايجنسي وفشختك وقعدته تاني وكل الافلام دي عشان في الاخر الراجل نزل الاب يشرب على 10 ثواني. فانت متخيل كميه حاله الدم الناس بتحرق دمها كل يوم وده هو الافرج يعني مش بنتكلم في ده الاكستريم لا ده الافرج ده العادي ان الاب بتاعك يتشرب على 10 ثواني. ف 10 ثواني از مايكرو مومنتس يعني بسبب ان هو وصل انه خد ديسيجن انه يشيل الاب within 10 seconds that's micro moments optimization. فتخيل انت فعلا بتوبتمايز فور مايكرو مومنتس. عجب حاجه في موضوع الانستول في اول 10 ثواني ابس كتير قوي بتستغل الموضوع ده ان هي اول ما العميل بيفتح الاب في اول 10 ثواني دول اقفل اللي بعتوش المفتاح على طول بالبين اللي كان عايز يحلها عنده. يعني مثلا انت سمكه بتاعتك بايظه فدلوقتي صلحها قبل ما تكبر منك. لا دي نقطه مهمه جدا لازم تشتغل عليها عشان 10 ثواني دول العميل نزل الاب هو لو قفل او حط في الباك جراوند او اي حاجه مش نوتيفيكيشن بالبين اللي عنده بالحاجه الفاليو بوزيشن بتاعته. هو طبعا في تكنيكس كتير يعني هي مش بس اباوت بوش نوتيفيكيشن في تكنيكس كتير ولازم الاصل تبقى فاهم هو ده ليه حصل يعني ليه. يعني لو عندك عدد الارمنج من الناس بتداون انستول وذين 10 سكندز في حاجه الارمنج في اللاندنج بيجز بتاعتك. ف اتس نوت جاست اباوت البوش نوتيفيكيشن اتس اباوت ان انت تعرف فعلا ايه يعني ايه الحاجه اللي حصلت هو ليه وقع منها مشكله اكتيفيشن بوتنشال ما ده الطبق بقى اللي احنا بنتكلم. هو في اي ستاتستكس معين بيتكلم عن موضوع 10 ثواني ده يعني ان الاسنت على النيتش اكتر على التايم بتاع هل في مثلا سيرفيس ممكن ادخل شوف مثلا نيش معينه لو مثلا لا مش عارف يعني نيش معينه وكده مش عارف بس اكيد في بس انا ما شفتهاش. بس الاستاتستكس بتاعت 10 ثواني دي ممكن اجيبها لك بعد ما اخلصها. اوكي اكتب لي 10 ثواني. خلي بالك فاكرين الاف تي يو اي اللي هي الفيرست تايم يوزر اكسبيرينس. الاف تي يو اي دي غالبا بتتكون في اول 30 ثانيه من استخدام الاب. فانت الراجل عنده جيرني من اول ما يحب يعني من اول ما يتعامل على الاب بتاعك لغايه ما يحبه يعني لغايه ما يحبه يستخدمه بيستيك اراوند كتير. هو هيقعد 30 ثانيه هياخد فيها القرار فيا اما بعد 30 ثانيه هيكمل ويستخدمه يا اما هنستوله ويتكل على الله. ماشي ده منظر تيبيكال شكل الفانلز بيعمل ازاي. الموضوع مش ستريت فورورد ان انا يعني انا اي وونت يو تو ستارت فوكسنج على موضوع الفانلز. تعالوا احنا جايين بنقول عاملين كده احنا جايبين سبوره كبيره حيطه كبيره وبنشخبط فيها فانلز بالهبل طول الوقت طول الوقت بنشقلب حاجات وبتاع. هوريكم شكل منظر من منظر الفانلز عندنا. الفانلز معقده فعلا ولما بتشتغل عليها جامد بتلاقي ريزلتس مختلفه تماما. لو بتفكر بالمنظر ده وفعلا بتفكر في كل ستيج بكل مايكرو سكند بكل حاجه بتعملها فانل بتفكر فيها بوجهه نظر اليوزر وتميجر وتوبتمايز وتميجر وتوبتمايز اند سو اون. في تولز بقى كتير وستاك كتير ممكن تستخدمه في الحاجات دي بس كنتش عامل حسابي صراحه ان انا اشرحها النهارده. ف لو حد عايز يسالني فيها يعني ممكن نتكلم فيها بعد كده. ايه ممكن ما تشرحها في البيست براكتسز يعني تو هاو تو تاكل قصه الفانلز والحاجات. احكي لكم قصه من جوه جيم بول. احنا في جيم بول وي لانشد اب على شوبيفاي اب ستور
شوبيفاي اب ستور اللي ما اعرفش شوبيفاي. شوبيفاي ذا فاستست جروينج اي كوميرس بلاتفورم ان ذا وورلد. يعني شوبيفاي في اخر سنه هو بيجرو الستورز اللي على شوبيفاي معموله في شوبيفاي بتجرو اسرع من امازون. فايتس هيوج ويتس تريندينج وهو اكبر حاجه بتكبر دلوقتي ان اي كوميرس. فقررنا ان احنا هننزل اب بتاع جيم بول على الاب ستور بتاع شوبيفاي. الاب ستور بتاع شوبيفاي ده عامل زي الاب ستور بتاع التليفون. هو عباره عن ستور لينك. الستور لينك ده عليه ابس كتير بريفيوز شبه قوي الاب ستور بتاع التليفون يعني بتاع الاي او اس. فناس فاحنا عملنا اب ونزلنا عليه. هحكي لكم القصه بتاعتنا ايه اللي حصل وايه المشكله اللي حصلت لنا وازاي حلناها. اللي حصل حاجه حلوه جدا جدا, حاجه ما نحلمش بيها وقليلين قوي بيحلموا بيها. الاب ستور ده عليه مئات عشرات الالاف من الابس, ابس كتير جدا. احنا لما نزلنا على شوبيفاي اب ستور, شوبيفاي سيلكتد جيم بول في الهوم بيج تبقى فيتشرد في الستاف بيكس. This is the most prestigious spot الاب على الاب ستور. احنا بنتكلم في لاندنج بيج بيشوفها مليون ان ا ويك. فتتخيل كميه الاكسبوجر اللي جيم بول شافته اول ما نزلنا مرعب. احنا لو دفعنا يعني دم قلبنا مستحيل نوصل للترافيك اللي حصل لنا ده, وما اعتقدش احنا هنشوفه كمان مثلا ودن 5 سنين. انا مش قادر اتخيل احنا ممكن نشوفه تاني. ترافيك مرعب, ترافيك غريب جدا. لا والله ترافيك مرعب رهيب. ما احنا اتخضينا جامد يعني. احنا لما ده حصل اكشلي احنا فرحنا طبعا, مش هقدر اقول فرحنا بس خوفنا جدا. احنا ما كناش جاهزين نهائي يعني. احنا نزلنا الاب بتاعنا هناك واحنا لسه في بالنا بقى فانلز اوبتمايزيشن وهنعمل وهنتست وهنكسبيرمنت واي بي. مره واحده لقينا في مليون واحد بيدخل على بتاع. هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش اي روم للاكسبيرمنتيشن, مفيش اي روم انك توبتمايز, مفيش اي روم لاي حاجه. فقلت لهم بصوا يا جماعه يعني ليتس هاف ا بريك ذس ويك. احنا مش هنعمل حاجه الاسبوع ده, احنا هنقعد نتفرج. مفيش اي حاجه ممكن نعملها. احنا خلاص الفانل شرقنا يعني. الفانل بقى فيها ناس اكوزيشن داخل فلوس محشوره في المكان. انا مش يعني ما اقدرش نعمل اي حاجه. احنا هنقعد نتفرج يعني, هنقعد نتفرج اللي بيحصل في البتاع. ما عنديش اي حاجه ممكن اوتومايز ايه. ما فيش. واكشن اللي حصل فعلا ان احنا حصل سبايك مرعب في الداونلودز في الاسبوع ده في الفتره دي. سبايك مرعب يعني. انا يعني اوريكم النمبرز شيء مرعب. النمبرز وينت اب بشكل رهيب, سكاي روكيتد. وبعدين الفيتشرنج ده وقف, طلعنا من فيتشرنج يعني زمن يعني. ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ برضو اكسبكت اللي حصل بعد كده. انا بقى فاهم اللي هو انا ايدي على قلبي ومش عايز اشوف الكيرف تاني يوم يعني. انا مش عارف ايه اللي هيحصل تاني يوم. اللي حصل بعد كده اكشولي فعلا زي ما انت بتقول الكيرف نزل جدا. طبيعي ان انت حصل لك حاجه ان اكسبشنال, ترافيك ان اكسبشنال, فحصل داونلودز ان اكسبشنال. بس الداونلودز دي مش بتانديكيت ان الاب بتاعك رهيب. الاب بتاعك بيجرو, هو بيجرو اورجانيك عشان هو خد برستيجيوس سبوت, مش عشان الاب نفسه جامد والناس بتتكلم عليه والكلام ده كله. فالحصل الاب بتاعنا فعلا خد داونلودز عالي جدا وبعدين بدا ينزل, which we expected يعني. احنا كنا رسمين حتى الكيرف ده, احنا رسمناه على السبوره قبل الفيتشرنج ما يحصل, وهو نفس الكيرف اللي شفناه بعد كده يعني. هو نفس بالظبط بنفس المنظر يعني, بنفس حتى الديتس يعني. احنا وي بروجكتد ان الديتس هتفضل ينزل لغايه وقت معين, الوقت ده هيرجع تاني يظبط فيه بيز على شويه اوبتمايزيشنز عملناها يعني. والكيرف ده سبحان الله هو مشي زي ما احنا قلنا بالظبط, بالعكس احنا مشينا احسن منه يعني. فايه اللي عملناه بقى هنا؟ المشكله اللي حصلت لنا هنا, خدنا بقى نفسنا. كيرف بينزل خلاص, احنا مرجيح. عارف انت بتطلع بالبتاع وبتنزل مرجيح, ما فيش حاجه ممكن تعملها. انت بتطلع من غير ما تعمل حاجه وبتنزل من غير ما تعمل حاجه. فاللي حصل ان احنا كنا عايزين نفورمل بقى النزول. انت خلاص بتنزل which is طبيعي. انا دلوقتي في ستيج ان انا عايز افورمل النزول ده. فبدا طبعا التشيرن مرعب يحصل اول ويك. فبدانا نكلم every single customer. احنا عملنا 600 مكالمه اصلا, 600 مكالمه في اول 3 ايام, حاجه شيء مرعب. احنا التيم كله تكنيكال وبرودكت وكل التيم كان ماسك سماعات التليفون وبنكلم الناس 24 ساعه, لان هو الناس عندنا من اول استراليا لغايه المكسيك, تايم زونز مختلفه. شيء مرعب. كلمنا كل الناس اللي سطب واللي ما سطبش, اللي تشيرند اللي استخدم استخدمش, كلمنا كل الناس. وي دينت هاف فانلز بصراحه في الوقت ده يعني, عشان الفانلز جاهزه قوي يعني. هو يا دوبك ويلكم ايميل بيجي له خلاص. بدانا نكلم كل الناس واوتريشن بقى سريع. احنا خلاص برودكت سايكل, برودكت ديبلويمنت سايكل كل يومين يعني. كل يومين بننزل ريليز جديده, بناخد فيدباك ونعمل ناخد فيدباك ونعمل ناخد فيدباك ونعمل. فبدأنا نشتغل ان فيري فيري فاست بتاع اللي هو انت عارف انت خلاص بتاع نازله وانت بتفورمل. احنا في مود بريكنج لغايه لما فورملنا فعلا الكيرف وبدأنا نجرو. لان اوريدي اللي احنا الحاجات اللي عملناها امبلمنتيشن وذن النازله دي كانت هي اكشولي الانجن بتاعنا فور جروث ليتر اون, بس هي ما كانش باين هنا عشان احنا كنا اوريدي في حته عاليه قوي. بس وين وي ستابلايزد سم وير بدا اللي احنا عملناه ده يبقى هو ده الانجن اوف جروث بالنسبه لنا. فبدأنا نجرو تاني اورجانيك بدون يعني على الهادي, بس خلاص بنجرو بشكل يعني هيلثي اكتر. فايه اللي احنا عملناه هنا بقى؟ اللي عملناه اكشن احنا امبلمنتد ا فيري كومبليكيتد فانل صراحه, مش هضحك عليكم الموضوع ما كانش سهل. احنا عملنا فانل معقده جدا من اول الراجل ما بينستول جيم بول لغايه هو مين جه منين شاف انه اد, وبيزد على الاد اللي هو شايفه بيطلع له ادز ثانيه عامله ازاي, وبيجي له ايميل شكله عامل ازاي, ولو شاف الايميل ده ورد عليه بيجي له ميشك. يعني عملنا حاجه معقده جدا. الايميلز دي بنقعد نتريت فيها طول الوقت. لغايه النهارده احنا بنغير الايميلز,
بنجدد فيها، لو قعد 5 ايام بنبعت له ميل تاني، بنكلمه في التليفون، يعني عملنا حاجات كتير قوي. ف اكتيفيشن از ا هارد جيم، انت ما ينفعش تخلي الراجل يستخدم الاب بتاعك او ينزله وتسيبه، يعني مش هرجع لك تاني. تبعت له بوش نوتيفيكيشنز تشوف الراجل ده انجيج معاك ولا لا، اتكلمه في التليفون بعد اسبوع، تشوف يا معلم انت شلت الاب ليه بعد 10 ثواني، تبدا بقى تكلم مع ناس. هو ده احنا كنا بنعمله، وكنا بنلاقي بيهافير غريب ده، يعني التايم عندنا غريب جدا، 10 و27 دقيقه نزل الاب، 10 و28 دقيقه انستولد الاب. بتعمل ايه انت؟ ما حدش يشوف حاجه. ده انا لسه ده انا عامل مهرجانات جوه، تخش تتفرج وبتاع، ده مكلفينه كده، احنا عايزين فند عليه بتعمله ده. فاكشلي الموضوع معقد. فبدانا نتكلم الناس دي اللي هو ايه مشكله، يعني مثلا من ضمن المشاكل اللي احنا شفناها من غير ما كنا واخدين بالنا خالص منها، ان اللودنج اللي بيحصل لما بينزل الاب اتوك ابيت البيت تو لونج، يعني اللودنج ساين هو بينستول الاب، فبيحصل لودنج ساين لغايه لما يدخل على الداشبورد. اللودنج ساين دي كانت بتطول شويه، انت متخيل يعني ده سبب، يعني بالنسبه لنا كان ممكن نتخيل فيه، بس هو الطول ده لما قصرناه فرق معانا في الشورن، حاجه ما كناش متخيلينها. بس الناس وانس ان احنا قصرنا فتره اللودنج تايم وبدانا نكتب فيها مسجز ظريفه اللي هو preparing your dashboard game ball is now working on your، حاجات بقى شويه حاجات لذيذه تسليه في الزهقه بتاعه اللودنج بتاعه الداشبورد. الحاجه دي فرقت جدا في conversion اللي هو من اول الانستول لغايه بتاع فاكشن. هو كان بيحصل بينستول بيلاقي بتاع بتلف كتير بيزهق بيروح قافل انستول. انت متخيل حتى هذه درجه الناس الكاستمر كسول طبعا، يعني الكاستمر زمان كسولين وده طبيعي، ده طبيعي. والكاستمر فعلا يعني انت لو فكرت انت ككاستمر هتلاقي ان انت بتعمل ده وانت مش واخد بالك، وبتزهق بسرعه وما بتبقاش على مالكش خلق، ولو حاجه مش شغاله باجي هتشيلها يعني فاهم. فانت مش بتفكر بنفس المايند سيت بتاع الشخص اللي بيعمل البرودكت نفسه. فعشان كده انت محتاج دايما تشتغل على الاكتيفيشن في كل حته، انت كل مرحله بقى بتكلمه بتبعت له بتنجيج معاه ات افري ستيج في الفانل دي. ولو ما اشتغلتش جرب مسج ثانيه، وانا مثلا نفس المسج ببعتها بديفرنت لانجويجز بديفرنت ايام، يعني ببعت له مثلا احنا مثلا لقيناك مش شغال بلا 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 دو يو نيد هيلب ما يردش، اروح بعت له مثلا بعدها بيوم وود يو لايك ا فري 30 مينتس كونسلتيشن وذ جيم بول ما يردش. Did you know ان جيم بول فيها كونسلتنت خد مش عارف سيرتيفيكت فين، would you like to have a free chat معاه، يبدا يرد. فبتلاقي انا ببعت له نفس الحاجه بس ببعت له بديفرنت لانجويجز على ديفرنت تايم سبان، ببعت له مره الصبح مره بالليل مره الظهر مره العصر مره كان في التليفون. هتجيب مره، يعني في مره منهم هتجيب اكيد، بس فكره انت لازم تبقى persistent جدا في مرحله الاكتيفيشن. You need to try everything out عشان تاكتيفيت الشخص ده وتطمن ان هو once ان هو اكتيفيتد هيقعد معاك شويه. يعني دي احنا شفناها في جيم بول، في ناس كتير جدا كانت بتانستول بدري جدا وانس ان احنا فهمنا هو عمل انستول ليه وكلمناه وبقى اكتيفيتد قعد معانا كتير. يعني ذا موست لويال كاستمرز النهارده عندنا في جيم بول هم الناس اللي دي تشيرند ايرلي اون وعرفنا نرجعهم تاني، لان هم دي تشيرند بسبب حاجه غلطه احنا كنا عاملينها، سواء كانت في الاكسبيرينس في اكسبكتيشنز اند سو اون. اقنعناهم بالموضوع مانيولي، اتكلمنا معاه واقنعناه ان لا يا معلم انت لو دخلت هتلاقي موضوع مختلف، او لا يا معلم خلاص انت عرفت الفيدباك بتاعك نيكست ويك هتلاقي في الريليز الجايه الفيدباك بتاعك اند سو اون. فالناس دي اكشلي هم اكتر ناس قاعده معانا لغايه النهارده. ف ات از نوت ايزي، اتس هارد، محتاجه بيرسيستنس، محتاج انك دايما تفكر في كل ستيج صغيره في الاكسبيرينس بتاعه الفانل عندك. ده ما اعتقدش هبان حاجه هنا، بس ده شكل دي حته من البورد الكبيره قوي عندنا اللي احنا بنقعد نحلل فيها كل الفانل. والراجل ده لو دخل وعمل كذا بعت له ميل بالشكل الفلاني، ولو عمل الاكشن الفلاني طلع له فيسبوك كامبين على فيتشر معينه، والفيتشر دي لو هو دخل من يعني افلام اللي هو نعمل افلام. واكشلي احنا بنماكسمايز الفيسبوك كامبينز او الادز للناس اللي بيدخلوا البرودكت مش العكس. يعني احنا مش بنستخدم فيسبوك، دي حاجه بس دي حاجه عندنا، معرفش دي حاجه ممكن تبقى بيك ولا لا، بس وان اوف ذا هاكس اللي احنا لقيناها انه الفيسبوك ادز بتاعتنا مش اكوزيشن شانل كويس، جوجل سيرش والحاجات دي احسن شويه. بس احنا اكتشفنا ان انت لما بتعمل فيسبوك ادز وانستغرام ادز للاكتيفيتد يوزر ده بيعلي الريتنشن بتاعهم، لان هو بيستخدم البرودكت بتاعك وبعدين يبدا يلاقي بقى الادز بتاعته في كل حته، بيقول لك اه شفت انا منزل، انا نزلت برودكت ده قبل كده واستخدمته وبتاع، فبيدي سنه تراست سب كونشس هو مش واخد باله منها. يعني iterations و experiments يعني موضوع شوية محتاج انك تشتغل، بس محتاج دايما تبقى انت مركز فيه ويبقى في بالك. يعني انا ما عنديش حاجة تاني بصراحة اقولها، فممكن نتكلم نسأل. انا ملاحظ ان احسن حاجة في اللي حصلت في الطريق بتاعت الكروس انجن دي مش الاوبتمايزيشنز اللي حصلت، بس هي الفيزيبيليتي على الداتا اللي ادت للاوبتمايزيشنز، لان الناس كتير عندها دي وعندها صح. We were lucky. يعني انا عايز اقول لك ان احنا قبل الفيتشرنج كان عندي كونسول ان احنا هن اكسبيرمنت ازاي، ما انا محتاج ترافيك عشان ابدا اكسبيرمنت. وده صعب مش سهل انك تجيب ترافيك في الاول، انت لسه قبل الريليز الموضوع ما كانش سهل خالص. فاحنا we were lucky الحمد لله.
الترافيك ده ادينا فعلا كم داتا خلينا نوبتمايز ونتريت في البرودكت بسرعه جدا جدا جدا. النهارده البرودكت وصل لمرحله احنا كان ممكن نوصلها كمان سنه بسبب ان احنا اضطرينا احنا كان لازم نعمل ده, اضطرينا نتريت فيري فاست وذن ا فيري شورت تايم. الفتره دي قد ايه ده؟ كان في شهرين. غيرت كام في المية من اليو اي؟ احنا لسه عاملين ريليز امبارح مختلفة تماما كيو اي اكسبيرينس عن الريليز اللي كانت قبل كده. يعني اول ما بدأنا مثلا من لا كتير قوي كتير قوي يعني انا ببص دلوقتي على البرودكت من شهرين كان شكله عامل ازاي والنهارده عامل ازاي, مختلف تماما. وانا ايفنشوال كنا هنوصل اللي احنا فيه النهارده, بس كنا هنوصل فيه في قد ايه؟ اللي كان السؤال ده افيلابيلتي وداتا طبعا فرقت معانا جامد. صح نجيب ايه؟ مش بالسهولة دي. يعني انا مثلا على شوبيفاي لا الاودينس بتاعي مش جروث ماركتيرز, الاودينس بتاعي غالبا ستور اونر, واحد عنده اي كوميرس ستور وعايز غالبا بيبقى ستور اونر, والستورز اللي عندها ماركتنج بوزيشن اصلا مش كتير يعني, ومعظم الناس على شوبيفاي اماترز فهم بيعملوا ستورز كده خلاص. لا مش عامل كده دلوقتي, شوبيفاي وجبه معانا بصراحه جامد خلاص كفايه اوريدي. بس احنا يعني النهارده الاكبر اكوزيشن تشانل لينا على شوبيفاي هو جوجل ادز, الكي ووردز بتاعت زي كراش اتكس الكومبيتيتورز لما بيسيرش على الكومبيتيتورز بيطلعوا لهم جيم بول. فالنهارده لو سيرشت على الكومبيتيتور بتاعنا في اي حته في اوروبا او كندا غالبا جيم بول بتطلع لك. لا ايميلز قصدك ولا قصدك؟ عندنا مسج بقى في بورتلز, عندنا ايميلز وعندنا البوب ابس بتطلع جوه الداشبورد وعندنا تشات بوتس وعندنا يعني عندنا كذا ديفرنت اوتلتس. خلاص ما اعرف هعمله ايه. لا في ناس بتانسبسكرايب طبيعي, وانا بزعل قوي لما حد بيانسبسكرايب هعمله ايه اصلا؟ ما ينفعش ازقه ان هو يرجع تاني, ما ينفعش ابعت له ميل تاني بعد ما انسبسكرايب, الموضوع مش هيبقى ظريف يعني. خلاص يعني طيب انا اقول لك على حاجه تانية احنا بنعملها, ان احنا عندنا تاجنج مرعب للكاستمرز في السي ار ام. يعني احنا الكاستمر عندنا مش كاستمر, الكاستمر ده جالي منين واسمه ايه والكام عنده كام كاستمر والاندستري بتاعه شكله عامل ازاي وهو في انه بلان وكل وبقاله قد ايه شغال مع جيم بول وهل هو اكتيفيتد ولا لا. يعني بحط تاجز مرعبه, والمسجز اللي انا ببعتها انكلودنج النيوز ليترز اللي بتروح للناس اللي هي الويكلي نيوز ليترز بتروح بيزع التاجز دي. فانا اكشن بطلع اكتف كامبين. احنا وصلين لمرحله من التفاصيل لكل كاستمر مرعبه يعني, فمش بنبعت ميلز كده خلاص. احنا يعني طبعا كنا بنعمل ده في الاول, بس مع الوقت بدانا نوبتمايز فيها لغايه لما دلوقتي بقينا الحمد لله الاوبن ريتس عندنا بنتكلم في افريج من 30 ل 40% which is quite high في الاساس يعني. اوبن ريتس مش احسن حاجه, بس كده كده كول تو اكشنز ما بتبقاش عنيفه يعني. طبعا عندي سؤال, ازاي بتديفاين يعني اكتف؟ حلو السؤال ده, حلو الجيم بول بتسال السؤال ده للكاستمرز لما يجي يركبوا جيم بول. انا كجيم بول ازاي بديفاين اكتف؟ لا ما انا عندي اكتف اوكي انا اكتف دي عندي ليها 30 معنى جوه جيم بول. انا عندي الفانل تاني نرجع للفانل, فانا عندي اكتف ان هو نزل الاب ده مش اكتف, ان هو عمل سيت للباسورد هو اول ستيب ان هو يعمل يوزر نيم باسورد. لو عمل يوزر نيم باسورد ذاتس ا ستيب فور اكتيفيشن, يعني ليها اكتيفيشن لوحدها ليها فانل, فالفانل دي لما بيعدي فيها بقول ان الراجل ده اكتف. فعمل يوزر نيم باسورد, اختار بلان, بعد اختيار البلان عنده اون بوردنج ويزرد, فهو كل ستيج في الويزرد دي ليها ستيج, ولو وقع مني في اي واحده من دول ببدا تارجته بايميلز ومسجز يعني وقال هي مالتي ايفنتس برده مش ايفنت معين, مايكرو مومنت يو نيد تو ثينك اوف كل حاجه ليها مايكرو مومنت. فاكتف دي اتس نوت جاست اكتف, اكتف بقى اكتف ليه؟ طب ايه المايكرو مومنت اللي توصل له هو يبقى اكتف؟ اكشلي لما بتبدا تنزل الليفل ده من التفكير اللي هو انت فعلا بتحنتف في الحاجات دي بتلاقي الموضوع بيفرق معاك جدا. يعني احنا عايز اقول لك ان احنا النهارده ايفن ذو احنا بندفع ادز كتير مش كتير ادز هبل يعني, بس احنا اكبر سورس ترافيك عندنا اورجانيك يعني جوجل اناليتكس والحاجات دي هو اورجانيك, هو اعلى ترافيك عندنا مش بيد, والحمد لله ده مسهل علينا احنا مش بندفع فلوس ماركتنج تقريبا خالص. انا بس بدفع فلوس ماركتنج الحاجه الوحيده اللي بعمل عليها ماركتنج هو الكومبيتر, انه لو حد سيرش على الكومبيتر يطلع جيم بول بس, غير كده انا معظم الاكوزيشن عندي جاي اورجانيك مش جاي كونتنت ماركتنج نيوزليترز ميتابس حاجات اللي بشكل ده ويبينارز. بس انا برضو عشان اندستري بتاعتي ساس, لكن في اندستريز ثانيه بيبقى ليها تكنيكس ثانيه احسن. بس شكرا.